يحلو البنوتات ويعطون لذاذة في المكان اللي يكونوا فيه. ونتمنى الكويت يا رب إن شاء الله بعيون الكل والجميع يا رب العالمين. تستعد جمعية المهندسين الكويتية للمشاركة في إكسبو 2020 دبي، حيث سيعقد نادي زوايا فكرية، نادي القراءة التابع للجمعية بالتعاون مع وزارة الإعلام، حلقة نقاشية مساء يوم السبت المقبل بعنوان زوايا الثقافة، من يصنع ثقافة المجتمعات يا جاسم؟ حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف المهندس سعاد عبدالله الكندري، عضو نادي زوايا فكرية. حياك الله وصبحك الله بالخير. يا هلا، صبحكم الله بالنور، مشكورين على الاستضافة. حياك الله. بداية أول شيء ودنا ناخذ فكرة عن نادي زوايا فكرية. نادي زوايا فكرية بدأ في جمعية المهندسين عام 2013 واستمر لغاية الآن. فكرته أنه يخدم المهندسين بالجمعية نفسهم وأيضا للمجتمع. نجتمع مرة بالشهر لمناقشة كتاب يتم اختياره من قبل الأعضاء، ونناقش الكتاب هذا في لقائنا الشهري. وأيضا نقدم أنشطة ثقافية وندوات تتعلق بالثقافة. وايد حلو، إيش كثر مهمة الثقافة للمجتمع، والواحد ينمي مداركه وثقافته في كثير من الأمور في الحياة. شنو دوركم في هذه الحلقة النقاشية اللي عنوانها من يصنع ثقافة المجتمع؟ إحنا دور النادي، بما أن إحنا نادي في جمعية المهندسين، اقترحنا على الإدارة أن إحنا نشارك في معرض إكسبو 2020 دبي. فقلنا لما نقدم الندوة هذه أو الحلقة النقاشية، فدورنا هو عبارة عن دور تنسيقي تنظيم الندوة هذه. حلو. بالتعاون مع وزارة الإعلام وأيضا مع الضيوف المشاركين. حلو. وليش اخترتوا هذا الموضوع بالتحديد يعني؟ لأهميته، خصوصا أنه راح يقام في معرض إكسبو دبي 2020، وهو معرض عالمي، فهذه فرصة لاستقطاب المجتمعات الأخرى. فإحنا لما نقول من يصنع ثقافة المجتمعات، المجتمع الخليجي عارفين أنه هو مجتمع متقارب سواء الكويتي أو باقي دول الخليج، وأيضا في أيضا تقارب مع المجتمع العربي، ففرصة لاستقطاب أكبر عدد من الجمهور من ثقافات مختلفة. جميل جدا. مهندستنا، يمكن خلينا نتكلم عن طريقة التنسيق، كيف تمت عملية التنسيق مع دبي إكسبو دبي 2020؟ شلون تم هذا خلينا نقول اللقاء والتنسيق له بدبي إكسبو؟ أول شيء بعض أعضاء النادي اقترحوا على جمعية المهندسين المشاركة في هذا المعرض. الجمعية طبعا ما قصرت، وهي الخاطبة وزارة الإعلام برغبتها في المشاركة، وطبعا وزارة الإعلام أيضا ما قصرت ورحبت بالفكرة وسهلت لنا كل الأمور هذه. جميل جدا، شكر الجزيل لوزارة الإعلام صراحة. نعم تفضل. ومن الشخصيات المشاركة بالحلقة النقاشية؟ احنا موضوعنا من يصنع ثقافة المجتمعات، فحرصنا على الضيوف انهم يكونون متنوعين، كل واحد في مجال معين. فعندنا الدكتور يعقوب الكندري من جامعة الكويت، استاذ اجتماع، وايضا عندنا الروائية منى الشمري بصفتها روائية وكاتبة دراما. صحيح. وايضا عندنا من الاعلام الاستاذ يوسف مصطفى بصفته مسؤول في وزارة الاعلام، وايضا عندنا من جمعية المهندسين الكاتب مهندس عبد الله العتيبي بصفته كاتب. انه وايضا تاثير، يعني كل واحد راح يتكلم من زاويته شلون ياثر على ثقافة المجتمع. اذا مهندسة بيكون لغة واحدة ولا ما في بالانجليزي بالعربي مدام؟ لا، هو الحين كله بالعربي. كله بالعربي. جميل جدا. مهندس سعاد، خلينا نتكلم عن المواضيع اللي راح يتم طرحها من خلال هذه الحلقة النقاشية. اول شيء، بما ان كل واحد من الضيف جاي من بيئه معينه وايضا الجمهور مختلفين راح يكونون، اول شيء حبينا الموضوع الاول انه يكون ما هو تعريف ثقافه المجتمع، عشان الكل يعني يوصل للمفهوم هذا. صح. فكلنا راح نفهم بالضبط احنا قاعد نتكلم عن شنو. فاول شيء تعريف ثقافه المجتمع، بعدين شنو العوامل اللي اثرت على ثقافه المجتمع، وشلون تغيرت ثقافه مجتمعنا بالذات لو بنتكلم عن المجتمع الكويتي، شنو العوامل اللي اثرت عليه، شلون تغيرت ثقافتنا. صحيح. وكل واحد مثل ما قلت راح يتكلم من زاويته، شنو تاثير الاعلام، شنو تاثير الروايه، شنو تاثير الكتاب والثقافه، وايضا شنو تاثير الدور الاكاديمي بالتاكيد يعني، واذا في دراسات او احصائيات تمت بهالموضوع ايضا راح يتكلمون فيها. حلو. واللي مو قادر يسافر او يبي يتابع هذه الحلقه النقاشيه في بث مباشر؟ اي ان شاء الله راح يكون في بث مباشر في حساب جمعيه المهندسين وفي حساب نادي زوايا فكريه. شنو حسابكم في جمعيه المهندسين؟ زوايا فكريه. زوايا فكريه. للي حاب يتابع هذه الحلقه النقاشيه، مع اللي يدخل معاهم لايف ويشوف هذه الحلقه وهذه النقاشية
النقاشات اللي راح تتم في اكسبو دبي 2020. كلمة أخيرة حابة تقولينها مهندسة سعاد؟ أول شيء أحب أشكركم على الاستضافة وعلى هذا الاهتمام. طبعا كلمة أخيرة أقولها، إحنا كلنا أفراد في هذا المجتمع، فاللي يقدر انه يقدم حق الكويت خلي يقدم لها، الكويت تستاهل. اي والله تستاهل، وانتم عيالها وانتم من يعطيها هذا الجمال وهذه الروعه، وتكون دائما معتليه كل المحافل الرسميه. شكرا لك. نشكر المهندسه سعاد عبد الله الكندري، عضو نادي زوايا فكريه. الحين عاد بنشوف هاشم شنو مزهب لنا، ما ادري شنو عندك قاعد بعد العصيده. ايه؟ محمد نبي اكل صحي. اي لازم العصيده صح. نبي نروح حق فقره الاكل الصحي. حلو، فشلون ممكن الواحد يكون غذاء صحي ومفيد؟ يعني شلون الواحد ممكن يعيش في منظومة صحية مفيدة؟ الجواب راح يكون بفقرة المقبلة مع سمية الإبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية، وراح تكلمنا عن التغذية الصحية. خلكم